محمد من مصر معايا. اهلا يا ابو محمد. صباح. منين يا ابو محمد؟ من مصر. فعلا الو، ما انا عارفك مصر. منين في مصر بقى يا راجل يا طيب؟ ماشي. اللي حضرتك شايفه ده هو مين السبب فيه؟ هو مش ده حاجة من عند ربنا؟ ونعم بالله. امال ايه يعني؟ يعني كل حاجة تحشره في السيتي، هيمنع الهوا، مين قال هيمنع الجيش المطر، دلوقتي؟ مين قال الجيش؟ انا بقول امال ايه الدولة. يعني؟ الناس اللي ماتت دي الله يرحمهم، الف رحمة ونور عليهم. يعني تخيل اهلهم لما بيشوفوهم وهم في قلب المية كده ميتين، يعني تخيل الام بقى لما بتشوف ابنها ولا اخوه، واحد يشوف اخوه ميت كده في قلب المية، هيزعلوا مننا احنا ان احنا احساسه بنعرض ايه؟ المشهد ده صح؟ ايه؟ هيزعلوا ان احنا بنعرض المشهد ده طبعا. لا يعني هو بيقول لك في ديننا الاسلامي اللي احنا مؤمنين بيه، بيقول لك اكرام الميت دفنه. يعني انت لو شفت حاجه سيئه للمسلم تسيئه ما دريها، ديننا ده الاسلامي ما يا عم اعرفه الشيخ بالاسلام. يا ابو محمد، ديننا الاسلامي يعني بيقول الاسلام شيخ ان ايه؟ الله شيخ يحب ايه ومش اذا شيخ عمل ايه؟ احدكم عمل ان يتقنه. يعني ايه يتقنه؟ يعني ما ابقى عارف ان في ميه هتنزل اعمل لها مكان للتصريف عشان الميه دي ما توقفش في الشارع. يعني لما اجي اركب عمدان نور اعمل لها عزل عشان لما ينزل عليها الميه ما تكهربش المنطقه وتموت الناس. انا ما بدخلش الجيش ولا يهمني ادخل الجيش في ده، انا بتكلم عن نظام دوله، اداره دوله، وحدات محليه، مجالس مدينه بتاخد فلوس عشان تشتغل عشان تخدم الشعب. فين الشغل اللي بيعملوه؟ حضرتك عندك اجابه؟ والحكومة ادت انذار للناس، ما حدش ينزل لا خارج اله بيت، ما حدش الا يخرج الله بره البيت، والحكومة مش قالت يا كده؟ حجي. الناس كتر خرجت. خيرهم انهم قالوا ان الناس ما ينزلوش. الناس طب بقى وما اللي انت عايز بتنزل تقول لهم ايه؟ علشان اكل عيشها هم دي مش نبهوا؟ ما تنزلش. ايه؟ الناس اللي بتنزل عشان اكل عيشها ما تنزلش. لا ما تنزلش في يوم زي ده. انا ما نزلتش من امبارح، انا حضرتك سمعت هتصرف الكلام وقعدت عليهم في يعني ولا البيت. يموتوا من الجوع؟ في ايه يا عم ابو محمد؟ يموتوا في ناس ايه؟ اللي ارزوقيه يموتوا بتشتغل ما على عندهمش ايديها اكل باليوم يعني؟ يا ابو محمد. لا ما فيش حاجه اسمها شغاله باليوم، في الحمد ناس، لله لا ده ربنا انت كرم عندك انت بقى، ده عندك انت. احنا دي بلدنا عارفينها ان في ناس بتشتغل، في بلدكم. ناس انتوا قاعدين بتقعد بره، كده قاعدين في تشتغل تركيا، بايديها، انتوا قاعدين في ناس هتقولوا بلدنا بتطلع احنا عارفينها؟ باليوم ال 30 وال 50 وال 100 جنيه هي اللي بتفتح بيته. لو حضرتك ما تعرفش ده قصه تانية، انما احنا عارفين ده. عارفين ان ايه رماك على المر الامر منه. وبدل ما يلوم المقصرين في شغلهم بيلوم اللي مات. بتنزل ده ايه البجاحه دي؟ ده ايه البجاحه دي يا راجل؟ بدل ما يلوم المتسببين في الموت والتقصير في الشغل بيلوم اللي مات انه نزل. ايه اللي نزلك؟ ما الحكومه قالت لك ما تنزلش.